نادين هي الأقوى أداء، نادين الجيم أو نادين الراسي؟ نادين الراس. مش عم بحكي إيه شلتي؟ نادين الراس. معقول قول نادين الجيم؟ حبيبتي بحبها وزميلتي وكل شيء، بس معقول تكون هي أدائها أحسن من أدائي ولا؟ إنه بنظري أنا بدك إياني جاوب أو أسأل حدا تاني. أنا عم بحكي إن جنرال، ما عم بحكي اليوم يعني، عم بحكي إن جنرال. إن جنرال أنا لهلأ المشاهد اللي عملتهم والأشياء اللي شغلتهم بتخيل يعني من ولادة ما حدا عمله بعد، وتشقيف الولد وهلأ كنت حضروا كيف مدفونة وكيف بقدي الأشياء اللي الانتيريور بالانهيار العصبي اللي الإنسان بيقول لك عم انهيار عصبي بتفكره إنه حرام عطوه حبة، الانهيار هو جسم كله بيصير مجعلك، فهيدا عشته بالحياة على أولادي ونفذته ببيروت 303 بعدين إيه بصعوبة بحب باخذ حبة الضغط وبفوت.